السلام عليكم الإخوان الأخوات، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير بكم واحد الرحلة ولا ملخص ديال واحد الرحلة انطلاقا من يعني للتعريف بأيت عياش اللي هي معروفة بعاصمة التفاح تابعة لمدنت، انطلاقة تقريبا من قصر أي توغاش في اتجاه قصر أي تمار. هنا غادي نديرو عبرة بوعمامة لأن هاد الطريق في نفس الوقت كتخرج لأوميان، المسافة تقريبا 10 كيلومتر. إذا نخليكم مع المناظر الطبيعية وفرجة ممتعة. لأن هذا هو البداية ديال الدوار ديال بوعمامة. هذه هي الطريقة المؤدية إلى بوعمامة على اليمين، وتنزل دائما الاتجاه ديال الدواوير ديال أي تعيش، كلها دواوير تابعة لأي تعيش اللي معروفة بالضيعات ديال التفاح. الآن غادي نقطعو الدفة الأخرى اللي كتوجه الجماعة ديال أي تمار، كما كتلاحظوا هادو الفار ديال التفاح والضيعة ديال التفاح. كتربط بين الضفتين اللي تعيش، إذا كاين دوار على اليمين ودوار على اليسار. هنايا البداية ديال الدوار اللي تنهار اللي فيه الجماعة ديال اللي تعيش، الجماعات اللي تنهار. الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نديرو الانطلاقة من أي تمار في اتجاه يوتشيم ثم سبت تمنت، إذا باش نعرفو كل شي على هاد المنطقة ديال أي تعيش، وهي المنطقة المعروفة بالتفاح وهي المنطقة الأولى في المغرب اللي معروفة بالأشجار ديال التفاح، هو المركز تقريبا على ديال التفاح. إن شاء الله باش ندير التتمة للتعريف بدورة ديال أي تعيش اللي هي تابعة لإقليم ميدات.